هنا هو عامل مقارنة ما بين استخدام السيلكت كيس والإلس إف والإف إلس. فلا هنا لما عمل متغير اسمه نمبر بياخد انتجر واداله قيمة 11، هنا قيمته 11 هي اللي هنخش بيها، بيقول له سيلكت كيس نمبر اللي هو 11. لو هو من 1 تو 5، إذا 1 تو 5 يعني معناها قيمة عددية من 1 تو 5، يعني 1 2 3 وهكذا. وهنا دي من يعني ياخد معاها 1 2 3 4 لحد الخمس، اطبع له الجملة دي. طيب لو هنا الكيس من 6 وي، 6 وي يعني 6 و7، يعني معناها القيمة دي والقيمة دي حالتين معينين. هنا القيمة 9 وغير ذلك اطبع له كده، وبالتالي هو انت دخلت اكتر من قيمة، يبدأ يشوف حالتها المستخدم ويشوف ال 11، فيجي عند ال 11 هي موجودة فين؟ اه مش موجودة هنا، فهيطبع له ايه؟ unvalid number. اوكي؟ اما لو حبينا ننفذها بنفس الطريقة بس في الاف، فهنعرف المتغير، يبقى نلاحظ نفس السطر ده هو هو، مفيش اختلاف، عرف المتغير واداله قيمة، تمام. هنا بقى بدل ما هنعمل سيلكت كيس ونديله نمبر، نقول له لا اعمل اف شيك على النمبر، لو قيمته اكبر من الواحد اند في نفس الوقت اقل من الخمسة زان. انت هنا بص كتبت كيس من واحد لايه تو فايف، من 1 تو 5 بطريقة ابسط، يبقى هنا كانت ابسط من هنا، تمام. يبقى هنا ابسط من هنا، انت هنا لازم تقول النمبر ده لو كانوا اكبر من واحد اند وفي نفس الوقت اقل من خمسة، عشان تجيب له من واحد لخمسة الفترة اللي ما بينهم، وبالتالي قلت له زان، ها نفذ الجملة دي. طب ايه السي اف؟ لانك هتعمل شرط تاني، الشرط ان يكون من 6 اور 7، انت هنا عملتها له اور ايه؟ 6 او 7، عملتها 6.7، يبقى هنا ابسط منها في تنفيذها. شايف انت كتبت هنا ايلس اف، النمبر ده اور، النمبر ده زان، نفذ اطبع دي. طيب هنا انت عايز الشرط الثالث، ان لو الكيس دي نمبر بتساوي ها 9 زان اعمل كذا، انت بتقول الكيس هنا 9 نفذ هنا، فروح طبع عليه وايلس، يعني قلت له غير ذلك من غير شروط، وهنا ايه الكيس ايلس غير ذلك كتبت هنا. فنلاحظنا هنا في التنفيذ مين اللي طريقتها اسهل، هنلاحظ ان دي طريقتها اسهل في التعليق، بس ده قلنا دايما لما بكون انا عارف القيمه المدخله هي ممكن يدخل ايه المستخدم، اما لو كانت القيمه مش معروفه فيفضل استخدام اف.